صح شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث نقياس. ناليك؟ وي نجم نحكي معاك؟ اسمع نرفزتني راك ان شاء الله خير. صارت لك حاجة؟ ما حتى مش وينك؟ شبيك سكر تليفونك؟ وتمثيلية اليوم على الخدمة، خلينا نتفرجوا عليها مع بعضنا ونرجعوا نكملوا حديثنا. يا سيدي أنا في بالي باش ندبر الخدمة. وي خي ما تقوليش بين سيدي فارغة. لا وسع بالك معاه شوية. يا مرة إيش طيبت لنا اليوم؟ هاي بسم الله. صح صح. إيش هي الحكاية؟ أحسن سلعة في العالم هذي.